السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، اليوم بمشيئة الله جبت لكم التنظيمات ديال المطبخ والمنزل. صراحة الله فيديو يستحق المشاهدة. الناس اللي كيهمهم الأمر، بالنسبة للناس اللي كيعجبهم التباتيك ديال المطبخ، أنا بعدا من الناس اللي كتعشقها بزايد. صراحة نخليكم مع الفيديو وكنتمنى نسمع آراءكم في التعليقات. شكرا.